الوحدة الضخمة هذه لإنتاج مادة الأكسجين التابعة لمجمع سوناطراك، العمل فيها يجري على قدم وساق ودون توقف لتلبية الطلب الكبير على هذه المادة الحيوية جدا. جزنا من مرحلة نخدمه من 8 ل 4، درك نخدمه 24 ساعة ل 24 ساعة، 7 أيام على 7 أيام. دونك درنا ديزيكيب اللي يديروا هادو 20,000 لتر يوميا اللي ننتجوهم، كاين كمية تروح مباشرة للمستشفيات في فورم ليكيد سائل، وكاين كمية نعبئوها. شهر جوية هذا من مكافحة هذه الجائحة وزعنا أكثر من 1,000,000 لتر من السائل من غاز الأكسجين الطبي، ووزعنا أكثر من 37,000 متر مكعب في فورم غازوز غاز في لي بوتيل. الأكسجين الطبي صار يمثل الحياة بالنسبة للكثير من المصابين بفيروس كورونا، لكن قبل أن يصل إلى المريض يمر بمراحل إنتاج جد دقيقة وصارمة. عندنا 3 مخابر هنايا للتحاليل على الغاز هذا اللي يتطلب لي زامبيورتي، الشوائب اللي راهم فيه ولا بيورتي تاعو باش يلحق اكسجين طبي للمريض، ماشي نعطي له برك اكسجين هكاك لاخر. وهذا بمرافقه بيان سور وزاره الصحه اللي عندنا اعتماد فيها بعد ما جا وداروا لي فاليداسيون لي كونترول تاع لو سيت. الأكسجين المعبأ في شاحنات أو بقارورات خاصة يتوجه مباشرة إلى المستشفيات. مقبل الكورونا هذه صيدال تتعامل اكسكلوزيفمون غير مع المستشفيات، نهضر على أكسجين الطبي. أكسجين الآخر ثاني نخدمه غير مع اللي عندهم ان ريجيست كوميرس ان سوسيتي. دونك حنا ما الاشخاص ولا دي بيرسون فيزيك هكا الاشخاص ما نتعاملوش معاهم كاع، لا لا كاع الانتاج تاعنا سواء كان سائل اكسجين طبي سائل ولا قارورات موجه ديريكتومون للمستشفيات ولا العيادات الطبيه سواء كانت ايطاتيك ولا بريفي، ولا كاع المجندين الخدامين من الخدام الصغير حتى المسؤول الاول. المجندين كنقول لك اش 24 24 ساعه 24 ساعه ويجي وتقول يخدموا، تقول راهم هما اللي راهم يقابلوا المرضى. هذا الشهر شهد تزايدا مذهلا في الطلب على مادة الأكسجين الطبي عبر كل الولايات في ظل تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا، ووعدت وزارة الصحة ووزارة الصناعة الصيدلانية بإيجاد حلول سريعة للتحكم في الوضعية الحالية.